انا هشام فلاح، عندي كسيبه ديالي، الغنم ديالي، هادو ولاد الغنم ديالي، وهادو الكسيبه ديالنا عالفه عندنا وكل شيء. وشويه على حساب دابا هاد العام، شويه الجفاف ناقص البهيم، شويه في ناقص الفلاحه ما كيناش اللي كانت كتعاون شويه، والعلف دابا غالي، كل شيء غالي، الفصه دايره 68، الضياع دايره 54، الصوجه دايره 52، والتبن تا هو غالي، دابا التبن واصل 35 درهم للبالا. ايوا كاينه شويه المصاريف هاد العام زايده شويه على الاعوام الاخرى، مناسبه بحال هادشي اللي كتشوف دابا، كاينه 30، كاينه 40، كاينه 50، كاينه 46، المهم على حسب كل، على حساب الميزانيه ديال الحولي، كاين اللي صغير، كاين اللي كبير، كاين اللي مويان، وما يكون بحال بحال، لان ما كاينش شي، ما غيكونش شي فرق اللي دابا اصلا السوق باقي ما بينش باش تعرف. المهم الغنم موجوده، الحولي موجود، لا ما تاثرش ملي دابا طلقوا السواق، وداك الشيء ما يكونش شي تاثير، كون كانوا السواق غيتحبسوا وداك الشيء غيكون تاثير، اما دابا ما غيكونش شي تاثير.